بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت 8 ديزاين اوف ستاندرد هوكس for Tension Anchors بنتكلم على الديزاين بتاع الستاندرد هوك بنقول ان البيزك ديفلوبمنت لينز فور هوك بار اللي هو ال اتش دي في حاله ان الاف FY بتاع الحديد بيساوي 60000 بي اس اللي هي 60 KSI اس اي بيساوي ايه؟ ال دي بيساوي 1200 في الديامتر بتاع البار على جذر اف سي اللي هي مقاومة الضغط وشايفين من المعادلة ديت ان كل ما الديامتر بتاع البار عندي هيزيد ده يترتب عليه ان ال دي هيزيد في نفس الوقت لو الكومبريسيف سترينث بتاعت الخرسانه عاليه ده يترتب عليه ان ال اتش دي بي وده كلام منطقي جدا بنقول الكونديشنز اللي بنستخدم فيها الملتبلاير اللي موجود في المعادله اللي فاتت في حاله ان البار يلد سترينث وذ اف واي اذر ذان 60000 كي اس اي يبقى الملتبلاير اللي هنشتغل عليه هو عباره عن اف واي مقسوم على 60000 في حاله الكونكريت Cover for ١٨٠ M 180 degree hooks for number 11 بارز and smaller side cover normal to plan of هوك أكبر من أو يساوي 2.5 ونص إنش بالنسبة للكونديشن ده بنستخدم الملتبلاير سبعة من عشرة في حالة الكونكريت كفر فور تسعين ديجري هوك الهوك عندي تسعين ديجري فور نمبر 11 bars and smaller a side cover normal to plan of hook أكبر من أو 2.5 inch cover on bar extension beyond the hook أكبر من 2 inch يبقى الـ multiplier بيساوي 7. من في حالة ال reinforcement where the anchorage or the development for FY is not specified required الملتبلاير بلاير اللي هنستخدمه هو عبارة عن النسبة بين الاريا ستيل Required على الـ Area ستيل Provided في اللايت ويت Aggregate Concrete بنستخدم المالتي بلاير واحد وتلاتة من عشرة في حالة التايز او الستيرابس فور نمبر 11 بار and smaller بلاير بيساوي 8 من عشرة. ايبوكسي كوتد رينفورسمنت الهوكد بارز ويز ايبوكسي كوتنج يعني فيدي دهان في, في طلاء على البار اللي عندي بنستخدم المالتي بلاير واحد واتنين من عشره